زر الديوان. ربي وجور شكر ربي يهديك في انه كنت لازمك الواحد ما عرفش يعني اش كيبيك اش كيبيك الرب هذاك اش عندي. نعم دونك عملنا دورك العاده على جرايد تونسية واخترنا بعض العناوين واكثر عنوان تكون دولة الصحافة هي مشكلة الغاز وقوارير الغاز في جريدة الصباح. برافو شكر حلو الفازة نتاع النكتة ياسر فمش واحدة أخرى باللي هكا فغزاغة نتاع تشكرون أنت معناها باش ترتين ماذا بيا ما نعملهاش نقعدوا نحكي الصباح مش جاي الصباح مش نبدا مش جاي الصباح قالت لك نقص في قوارير الغاز والعوده للطهي على الحطب مع الحكومه هذه عادي نرجعوا نلبسوا ورق شجر اصلا يخرجونا ديناصورات ونشعلوا النار بحجرتين. في الاخباريه القبض على مسافره تخفي كوكايين في ملابسها الداخليه. وزاره الداخليه عمرها ما تعدى لي حاجه في الداخليه امور ذو ملابس داخليه وزاره داخليه في بعضهم هذو حاجه تعنينيش نحن. في اخبار جمهوريه وفاه فتاه ثانيه اثر سقوطها في بالوعه الله يرحمها الدوله تحل الفانا وتسكر بالوعه نورمالمون تولي تسكر بالوعه وتحل الفانا. في الشروق رئيس مدير عام تعاونيه التامين للتعليم قال لك جائحه كورونا عرت الاقتصاد والحكومه عرت الشعب. ما بين الحكومه كورونا تعري نعري كما قالت الفنانه الكبيره نرمين صفر. في الشروق اخر خبر اليوم قال لك الاطاحه بقهويجي يروج كوكايين والكوكايين ماشي اموره هالايامات في البلاد بالحق ماشي كوكايين تجاره كوكايين ملابس داخليه تو في قهوه وي ممكن كل واحد عنده بون القهويجي في زوز ما يفرقش بين الكوكايين والكافيين ركز شويه راك مسكين غشو قالوا له هذا كافيين كوكايين مشى في باله كافيين. شكرا لكم كانت هي الصحافه بتاع اليوم برئاسة الديوان